Чего? هذه المادة كانت إيدي بيد بس في شغل هلا بتتصرف فيها هيدي وطى شوي لهون حجمي هون بكب لها هون رايح على الفيلم بلاش لا ولا بدل ما هو ينزعه سعيد تخص شغل هلا خلص ما فيها نحكي معه لا اله الا الله نشوف اذا بتعرفين العديد ليش ما جاي شوف البلازما صح قريب شوف البلازما هاي المنطقة انه تقريبا بدي هسه شوي انت وين هذيك كيف؟ هذا الدم الابيض معناته هالمنطقه نطفي انا اساسا انت تنزل بكير السنه اللي تحتها انا معي المرا ومعي الولد تحت ايه عمال جيتك بس انت يلا باي شوف قرب عليه قد ما فيك صار طلع الابيض نضيف هذا في الماء سبحان الله قل له هذا تبع اللي ما كان عم يسمع في كثير ناس يعني هون الشغل عشان السمع عم يسمعوا عم يشموا عم يطوقوا عم يشوفوا يعني نحن عم نرجيكم الاخلاط اللي عم نشيلها اوكي هيدي الاخلاط السامة الضارة هيدي اللي بتموت الجسم هلا عم نعقم الجسم بالبيتادين كانوا يعملوها بالنار بالكيسات بالهواء كبيرة بيطلع حرقين كيف؟ هو نوع مثل الله يكون طير هذا صعب 10 أضعاف هذا الآن بيطلع 10 أضعاف أفضل. الأكوبونكتور تنبيه أماكن الطاقة أما هون ما بس تنبيه التنشيط وبتشيل السمومات من أماكن الطاقة يلي هن مسكرين على الطاقة. بصور كيف نصورها شي 5 6 مرات عم نستنى الدم الغلط بس هذا مال في خط دم ينزل عم تصور هلا هذا كله بعد جمعة ما بيدل شيء أبدا أقل من جمعة كمان يعني. راح تقريبا
نحن بنعطي جمعيه الحلقه فهمت كيف؟